تعال هنقولك إزاي تعمل شهادة تأمين على المشية. التأمين على المشية بيتم من خلال صندوق التأمين على المشية، بيشمل التأمين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال. التأمين ده بيكون ضد المخاطر أو النفوق، الذبح الاضطراري، الحوادث، الحريق، السطو، السرقة وخيانة الأمانة والأمراض الوبائية. خطوات الحصول على الاستفادة من صندوق التأمين هي إنك بتتقدم بطلب للتأمين في فرع الصندوق بمديرية الطب البيطري في المحافظة التابع ليها، بتتم معاينة الحيوانات وحالتها الصحية، تحديد قيمة الرسوم التأمينية حسب القيمة الأساسية للحيوان، بيتم ترقيم وتسجيل الحيوان وإصدار رقم تأميني له. الخدمات اللي بيقدمها الصندوق هي الرعاية الصحية المجانية للحيوان طول فترة التأمين، دعم تغذية الحيوان المؤمن عليه وتوفير الأعلاف بخصم 300 جنيه للطن، صرف تعويضات بتوصل نسبتها 100% من القيمة الشرائية للحيوان.